أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اهتمام القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر والمحافظات الحدودية، وخلال مشاركته بالمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، شدد شعراوي على أن الحكومة أولت الصعيد اهتماما كبيرا ووضعت نموذجا تنمويا جديدا يدعم تطبيق اللامركزية، وهو ما ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في أداء الإدارة المحلية في مصر. السادة الوزراء المحافظين شاركوا في جلسات مواصلة عن التنمية المستدامة للتنمية المحلية وأثرها على النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل محافظاتهم. فبالتالي احنا مشاركتنا في مصر قوية جدا، في بنظهر فيها دور القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته ازاي انتقلت بينا مع متابعة جيدة لمعالي دولة رئيس الوزراء، ازاي مصر بتنتقل بصورة سريعة جدا مما كانت فيه إلى الوضع الحالي وبتحتل مكانتها في وسط العالم سواء سياسيا واقتصاديا وتنمويا.